والسور وسنة سيد البشر من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأجمل التسليم على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المشاهدون، أيتها المشاهدات، مرحبا وسهلا بكم في هذه الحلقة التي نجيب فيها على أسئلتكم واستفساراتكم، فمرحبا وحيا هلا بكم. حقيقة اليوم بدي أتحدث عن ملاحظة يعني شاهدتها. كان ممكن أتحدث عن موضوع آخر، ولكن شاهدت ملاحظة اليوم أن بعض الإخوة من سائقي السيارات إذا رأى سيارة تسير بحال طارئة، يعني مثل سيارة الإسعاف، اليوم وأنا قادم في الطريق سيارة إسعاف أعتقد لأحد المستشفيات تمشي يعني بسرعة عالية وحال طارئة، يعني فأول شيء تأخر الناس إنهم يفتحوا لها طريق. وربنا عز وجل يقول: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، يعني لك أجر وثواب في فتح الطريق لمثل هذه المركبات وهذه السيارات. الموضوع الثاني أنه تخيل أن الذي في السيارة يهمك، وطبعا هو أكيد يهمك من خلال الإنسانية، من خلال الدين، من خلال الرأفة والرحمة، لكن تخيل أنه يهمك من درجة قرابة وغالي عليك، يعني أحد الأقرباء أو من هم أقرباء لزم إليك وهو في هذه السيارة، ماذا تطلب؟ أنه الناس سكروا عليه الشارع ولا يفتحوا له الطريق؟ يعني الطرق عندنا ضيقة والسيارات كثيرة، لكن في كثير من الدول تجد هناك مسرب، طريق خاص لسيارات الطوارئ، هذه السيارات اللي هي إسعاف أو إطفاء أو أي شيء، أمور طارئة تسير فيها. رغم ازدحام المرور، رغم ازدحام المرور في تلك الشوارع في تلك البلدان، لا أحد يستخدم هذا الطريق اللي هو معد لمثل هذه الحالات، ما حد بيقرب عليه وكأنه غير موجود. احنا لا، احنا حتى السيارة بنسكر عليها، ونفس السيارة عاملين لها مشكلة، نضيق عليها. هاي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية اللي هي بعد ما تجاوز عنك هاي السيارة، تتفاجأ يعني سائق تاكسي انه يلازمها، ما يعني على طول استغل الوقت ودخل خلفها مباشرة وأخذ يسابقها، يعني ممكن يدعس بريك، ممكن يفاجئ شيء سائق الامبالانس، هذا بيخش فيه، يعني بنكون بمصيبة بنصير بمصيبتين مثل ما بيحكوا. فحقيقة انك تسابق هذه السيارة كمان وغيره يلحقها، يعني وخاصة يعني اذا سائق العمومي او سائق التاكسي، يعني المفروض يعني هو قمة في الاخلاق لانه هاي مهنته، وهو اللي مفروض يراعي مثل هذه الاشياء، مش هو اللي يقعد يسابق فيها ويقعد يعني يشد يعني شاد حيله كثير وهو خلف هذه السيارة ومعه أيضا من يتبعه بحجة والله أنها بتفتح لي طريق. لا، هذه مش بتفتح لك طريق، هذه ادعي للي فيها أنه ربنا يشافيه، وادعو ربك يعني أنه ما يبتليك رب العالمين بمثل هذا. الأخت أم خالد من وادي السير، السلام عليكم. السلام عليكم يا أم خالد. ألو. السلام عليكم يا أم خالد. السلام عليكم. السلام. تفضلي يا أم خالد. تفضلي يا أم خالد. الله يسلمك. شلونك دكتور؟ الحمد لله بخير. الله يعطيك الصحة يا دكتور. وإياكم إن شاء الله. الله يوفقك ربنا. جميع يا رب. دكتور، في ناس
إله أرض. نعم. أسألك عنها. نعم. وأجي سووا بدهم يفرجوا بين بعضهم الإخوان لحقوا جيرانهم. نعم. لحقوهم بحوالي 8 متر 9 متر. يعني لهم أرض عند الجيران؟ آه طلعنا هم عندها أزاحة. 8 أمتار. إحنا طلعنا عندهم هم طلعوا لعند جيرانهم لفوق. في 3 كرزات كبار. أجوا عليهم وقطعوها دكتور. ألو. معاك يعني هم في إلكو أنتوا أرض عندهم. إحنا الباقي إن أرضنا بندريش. أجوا أولادي بدهم يفرزوا بين بعضهم. أجا المفرزون بقول أنتوا إلكو فوق طالعين. طلعنا على دار سلفي 8 متر. نعم. فيهم 3 كرزات. أجوا عليهم وقطعوهم. 3 شجرات. آه كرز كبار. كرز. راحوا قطعوهم. مين اللي قطعهم؟ هم أهل الأرض اللي خدناهن منهم وزرعوا الشجر. لما طلعت لكم الأرض راحوا قالوا ما بدون شجر تأخذوا أرض بدون شجر. قطعوها. أيوة قطعوا الشجر. هم لحقوا جيرانهم اللي منهم فوق بعد. وجيرانهم اللي منهم فوق خلوا الشجر ولا كمان قطعوا؟ لا بعد ما حددوش بينهم بس هم طلعوا من فرز بلعلهم أرض فوق. مش رايحين يبلشوا ولا والده والدار يعطوا إيجار. بعدين دكتور الله يعطيك العافية مشان تعطيني هسه الإجابة. دكتور. تفضلي. زيد فضلك. أنا إلي صورة. يا دكتور إنك تدعي لي بالشفاء إنه ما يبين عندي أي إشي. أسأل الله عز وجل إنها تطلع الصورة زي ما بقول الأطباء كلير. فاطمة سميني باسمي فاطمة بنت يمنى وعي. إن شاء الله أدعو لك في الصلاة يا ست فاطمة. إن شاء الله يا رب. نسأل الله لك الشفاء وهيك ما شاء الله شباب ما بيك بلا. والله أنا رحت على دكتور ونقول لي بدي الصورة لا حلقك وبدي الصورة لا صدرك. لا إن شاء الله ما بيك بلا. هاي خلف أسويها. أما إن شاء الله بدي بعد السبت. إن شاء الله ودعاء الصالحين واللي قاعدين بسمعونا واللي صلوا كلهم المغرب بركاتهم إن شاء الله إنه ما يصيبك بلا لا أنت ولا المشاهدين. لأنها صورة طبقية هي سكتور. لا إن شاء الله ما بيطلع بيها شيء إن شاء الله. الله يسعدك يا سكتور. بيطلع فيها الشفاء إن شاء الله. الله إنك محتر. الله يحييك يبارك بعمرك إن شاء الله. الأخ عبد الرحمن السوالقة من الطفيل السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا ومرحبا. يديك الخير وشاكرين لكم للقناة على جهود كله بتقوموا فيها. حياكم الله يا سيدي. بتريحوا الناس وبتنفسوا على الناس. يلا حياك الله يا سيدي. والله أنا زلمي مقعد مشلول شلال رباعي شايف ومتقاعد جيش شايف. نعم. وعندي شبر زي ما تقول عشت أنا وهالمرأة ولي 24 سنة وأنا مقعد صار معي حادث في الجيش. شايف والله ما ناقصني إلا رحمة ربنا. وبعد قبل سنتين انفصلنا أنا والمرأة عن بعضنا صار طلاق وانفصلنا شايف علي. والله ما أنا قادر أدبر حالي لا أطعم حالي ولا أقدر أخدم حالي ولا يبن في الجيش بسلاح الجو. وبدي عن طريقك يا سيدي وإنك تقوم في موضوعي ومناشدي أسمع صوتي جلالة الملك ورئيس الأركان ينقلوا لي خدمات أقرب منطقة لي مستشفى الطفيلي الخدمات الطبية. يعني صيروا ودوك من أنت وين ساكن؟ أنا ساكن في الطفيلي في قرية اسمها عرفة. نعم. وأقرب لي مستشفى أقرب منطقة عسكرية لي اللي هو مستشفى الأمير زين. كل قديش بتروح على المستشفى؟ والله يا سيدي بعض النوبات كل أسبوع كل أسبوعين بروح شايف علي. وما عندي ناس والله بعض النوبات بمرض وحتى والله بعض النوبات بصلي بدون طهارة قسما بالله. في مركز دفاع مدني قريب منك؟ يا سيدي من سلاف المركز بدي ناس يدير باله علي مثلا يطعمني يسقيني يغطي ما بقدر اخدم نفسي. يعني كيف انت بدك تروح على المستشفى ولا بدك سلاف المستشفى الا هذا من المستشفى ينقلوا ابني من سلاح الجو الخدمات الطبيه يداوموا في المستشفى مشان يضل يفطرني ويغديني ويداوم في المستشفى ويروح ويرد علي. ما عنده غير وهذا اللي بسلاح الجو؟ والله عندي واحد مهندس مدني في الشركه في العقبه شغله ماله شغل في الطفيله من مره وثابت في العقبه. يعني اذا نقلوا ابنك بتنحل المشكله؟ لا انا الاقي مره تخدمني استغنى عن ابني شايف بدور عمره ما انا الاقي. وانت بجوز انك يا اخ عبد الرحمن اتفضل. الله يزيد فضلك. بجوز انك ظليت تطلع عصبيتك على المره. والله يا سيدي عشنا 32 سنه مع بعضنا
وعشت 24 سنة بعد الحادث عاشت معي. وليش خلتك وراحت؟ ها؟ ليش تركتك وراحت؟ ظليت عصب عليها؟ لا والله يا سيدي وظفتها عشان بردك الصحيح. ايوه. والوظيفة انبسطت ماديا وهذا بني ادم سهل يغر الشيطان، ولا والله انها مستوره وعاشت معي 23 سنه بعد الحادث، بس الشيطان فرق بيننا وش بدي اسوي؟ طيب على كل حال خلي رقمك عند الزملاء مشان نتواصل مع بعض. والله اليوم الاتفاق تحلق بيتي يا القى ما لي حل الا يا مره القى مره بنت حلال، والله انا مبسوط ومقتدر ما شاء الله علي وعندي دار وعندي وضع ممتاز. وش بدها بيهن هذول؟ يا بناشة الملك ورئيس الأركان عن طريقة إنهم ينقلوا لي هالعيل على المستقبل. النقل إن شاء الله ما بيقصروا، عطوفة الرئيس ما راح يقصر ولا عطوفة قايد سلاح الجو راح يقصر، بس الموضوع أنت بتقول بدك عروس، عروس وش بدها بيك العروس؟ أنت بتقول شلل معك. أنا ينقلوا العيل مين مشكلة العروس؟ ها؟ مين مشكلة العروس؟ دول بيقولوها عشان استبعدت تأخذ تقاعد تأخذ دار تأخذ سيارة. وهذول إيش بدها بيهن؟ يلا مش قادر اسولف لك على الهواء. ان شاء الله خير، بس خلي رقمك عند الزملاء. ام محمد السلام عليكم من الطفيله. انا بسمع مكالمه طفيله. يلا انت على الهواء يا ام محمد تفضلي. السلام عليكم. يا مرحبا وسهلا. الله يمسك والله يا ام محمد تلاقي له عروس تدير باله عليه، تدير بالها عليها الختيار الحجي. يا شيخ ريح راسي اسكت. تريح واسكت احسن له. احسن له اريح له. بجن بضحك انا عليهم بروح العالم يا شيخ. اي الله يجيب اللي فيه الخير. امرين يا محمد. الله يستر امره الحج. امين امين يفرج عن كل مسلم. الله يعطيك الصحة والقوة يا شيخ الفاضل. يعني حالته بتقطع القلب لما يقول لك شلل رباعي وحادث وكذا. الله يهون علينا وعليه وعلى جميع المسلمين. آمين يا رب. تفضل يا ستي. الله يفك كل. يعني احنا حاولنا نمازح وننكت معه ونخفف عنه شوي، لكن حالته يعني ربنا ان شاء الله يفرج عنه وعنه ان شاء الله. الله كريم يا شيخ. امريني يا ام محمد. الله يعطيك الصحه والقوه يا شيخ. سؤالين، السؤال الاول اللي هو عن الورع وترك الشبهات يا شيخ. نعم. وتحسبون هين قال تعالى وتحسبون هين عند الله عظيم. نعم. السؤال الثاني، ما هو استحباب لباس الثوب الابيض يا شيخ؟ ايش هو؟ استحباب لباس الثوب الابيض. استحباب؟ استحباب لباس الثوب الابيض. استحباب ايش؟ لباس الثوب الابيض. لباس الثوب الابيض. نعم نعم. للرجال هذا؟ نعم نعم طبعا. نعم. نجيبك ان شاء الله ابشري. نجيبك ان شاء الله ابشري. الاخ حسين نمرات من اربد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الدكتور محمد أسل الحمد لله سلامتك. الله يسلمك. فقدناك تفقد عدوين وعدوينك إن شاء الله. يبارك بعمرك وما تفقد غالي. يبارك بعمرك ربي. دكتور محمد إذا تكرمت عليك بدي أعمل باب أخوي في عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول، إذا أنا جيت على المسجد متأخر وجدت إنه الإمام جامع ما بين المغرب والعشاء وأنا لاحقتهم بالركعة الأولى من صلاة العشاء، طبعا انا بالركعه الثالثه يا شيخ وانا بدي اجلس حتى اسلم وانهي صلاتي، هل اسلم ام انتظر الامام حتى يتم الركعه الرابعه واسلم معه؟ السؤال الاول. نعم. السؤال الاول واضح يا دكتور محمد؟ واضح. نعم. دكتور محمد قبل 30 سنه احنا بالمسجد الامام جمع فينا بين صلاه المغرب والعشاء، احد المصلين بيسال احد المشايخ مش الامام، سال شيخ ثاني كان يصلي معنا، بقول له يا شيخ احنا هسه جمعنا، هسه هل يجوز لي اني اصلي صلاه الوتر ولا اخليها بعد ما ياذن العشاء؟ قال له اصلا بجوز تصليها غير تاذن العشاء. طيب يا دكتور محمد السؤال، اذا انه صلى العشاء قبل ما يحين وقته، باي بنجب فتواي انه اخر صلاه الوتر اللي بعد اذان العشاء؟ نريد منك توضيح ذلك يا شيخ. نعم. والسؤال الثالث دكتور محمد، كنا نصلي بالمسجد مره بصلاه الفجر، فاللي كان يأم فينا هو مش امام راتب، احد المصلين الامام مش موجود يأم فينا، سهى بالتسليم سلم ووجه للامام دون ان يظهر الى اليمين، فرد سلم لليمين وسلم على اليسار، سلم بالصلاه ثلاث مرات، ما حكم الصلاه وهل يجوز ذلك؟ كيف سلم كم مره يعني؟ دكتور محمد قال بدي اسلم التسليم الاولى. نعم. شكله كائن ساهي ما التفت على اليمين. انتبه لحاله فرد سلم على اليمين وسلم على اليسار.
يعني ثلاث مرات اللفظ. اللفظ نعم. نرجو منك توضيح ذلك يا شيخ، هل يجوز هذا وما حكم الصلاة؟ وشكرا لك، حياكم الله. شكرا دكتور. العفو يا مرحبا وسهلا. هلا اخ حسين. الاخ روبين من الاغوار الجنوبية، السلام عليكم. السلام ورحمة الله سيدي الشيخ، حياكم الله. شكرا على المقدمة. حياكم الله يا سيدي. المقدمة ما شاء الله على كويس. يعني مرات ما بيراعوا الناس ظروف، هذا اللي بجوز يصارع الموت، يعني انسان بده بجوز لما يصل للمستشفى يأخذ له إبرة تهدي ألمه، بجوز يلحقوه بشغلة يعني ما تصيبه غيبوبة، عمل إنساني حقيقة، والناس لا تدرك هذا. يا سيدي في سؤالين بس قدام، السؤالين استسمح لي أطرحهم على معالي محمود هويمن رحمة الله عليه والمهندس عبد الله علي فلحان سبحان الخنازري. الله يرحمهم ويتغمد روح مات جنة إن شاء الله. يا سيدي سؤالين، السؤال الأول أحب الأسماء إلى الله وأكره الأسماء إلى الله. نعم. السؤال الثاني أحب البلاد إلى الله وأكره البلاد إلى الله. وشكرا يا شيخ. أحب العباد البلاد. البلاد إيش هو؟ البلاد إلى الله. البلاد البلاد آه. وأكره البلاد إلى الله. نعم. شكرا يا سيدي الشيخ. شكرا شكرا. حياكم الله. أبو محمد من إربد، السلام عليكم. عليكم شيخنا. حياك الله. كيف صحتك إن شاء تمام الله؟ تمام الحمد لله. يا شيخنا العزيز، أنا بدي أخذ بطاقات خلوية من شخص ويبيعني إياها بأقساط بمرابحة يعني، وأنا أبي عملية تورق يعني بحاجة لمادة. أنت بدك تشتري بطاقات خلوية من شخص خلوية بالأقساط؟ آه بس يزيد عليها. وهو بده يزيد السعر؟ بدي يزيد السعر بالأقساط. وأبي وأنت بدك تبيعها بأقل من ثمنها؟ تورق، لأني بحاجة لمادة. يعني أنت بحاجة كثير للموضوع هذا ولا؟ والله. ولا دائما بتسويها؟ لا 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 أول مرة والله، وعلى أساس إنه أول مرة حابب إني يعني أعرف الصحيح. نعم نعم. إن شاء الله نجيبك يا أبو محمد. إن شاء الله، شكرا كثير. أبو عماد الصرايري من الزرقاء، السلام عليكم أبو عماد. الله يمسيك بأنوار النبي يا مساء النور والسرور. كيف حالك؟ تمام الحمد لله. الله يسعد هالطلة البهية والله، ما شاء الله منور منور يا شيخ. يلا حييك. سؤالي صغير. مليح بخير مكيف. ما هو الحكم الشرعي لخدمة الحماة؟ ما حكم؟ ما الحكم الشرعي لخدمة الحماة؟ يعني بدك تخدم حماتك؟ متسامعك لخدمة الحمال اللي هي أم الزوجة. يعني هي ساكنة عندك ولا إيش؟ لا لا والله هي ساكنة حالها، بس زوج أم عماد بتروح عليهم كثير دائما يعني. ما هو عادة هذه الحماة أم تعتبر أم. نعم تخدمها والله. الحماة تعتبر أم، مقام الأم يعني. بعدين أنا قلت الكركية عندي جوز زي ما بقوله. ها؟ قلت الكركية عندي عيل متجوز والله طعمني ولد وبنت بعد 19 سنة يا سيدي الشيخ. ما شاء الله يرزقهم إن شاء الله، له ذرية صالحة إن شاء الله. والبنت تجوزت قبل 3 شهور وعندي هسه زياد ما شاء الله في البيت عندي. ما شاء الله، الله يحفظهم يا رب. وحبيت أسلم عليك ونتمنى لك الشفاء العاجل. الله يبارك. أنا دائما متابع برنامجك يا شيخ، أنا أم عماد الحباشني زوجتي. الله يعطيك ويعطيها الصحة يا رب ويجمع بينكم بالخير وبارك لكما وعليكما. لا صديقي خالد ابو طير بطل يحكي معي من مره، ما انا عارف ليش هسه بسمعك وراح يحكي معك اليوم. الاخ حكمه الحواوره، السلام عليكم. حكمه الله شلونك سيدي كيف حالك؟ حياكم الله. الحمد لله على سلامتك يا سيدي. الله يسلمك طول عمرك. والله غبت عنا يا سيدي، والله فقدناك على الشاشه صراحه. ما تفقد غالي. الله يسلمك يا رب، وجهك بشوش يا سيدي لما تضحك انت كل الناس تضحك. الحمد لله ذلك فضل الله. الله يسلمك يا رب. يا سيدي أنا اللي عندك طلبين إذا سمحت، صرت حاكي معك أكثر من مرة. نعم. بدي سيدي مشان وظيفة، نفسي سيدي يكون لي راتب أعيش منه حتى أعيش أولادي. والله راتب ما وصلت رسالتك وصلت ونبحث لك عن ذلك إن شاء الله. يا سيدي السؤال الثاني إذا في مجال سيدي يعني وظيفة بمديرية الأمن العام سيدي مستخدم مدني يعني للشغلات الزهيد سيدي، بتمنى سيدي أنك تساعدني بالله عليك يا سيدي. والله العظيم انه والدي معاه سرطان، والله العظيم سيدنا اولادي وعنتهم يعني هم من باب يكونوا ملفحين كلياتهم
شايف وبقحوا حالتهم حالي والله يا سيدي انه حق ازاز دوامه معاي وبرضعوا حليب كلهم بعيد عنك وبتفوضوا وضعي من مره ومنتهي اقسم بالله يا سيدي ربنا يفرج عنا وعنك ان شاء الله بصير والله يا سيدي لما اجت المنخفضات هاي لجأت الثلج عندنا هون في عجلون الله بيعلم شو صار فينا يا سيدي والله نتغطى بشراشف بعد الله واقسم بالله العظيم يا سيدي انه وضعي من مره منتهي ما ظل غير واحد عيط على التليفون يا ابن الحلال اتوكل على الله ان شاء الله خير يا سيدي انا قاصد الله وقاصدك وداخل على على الله ثم عليك يا سيدي وعلى جلاله سيدنا اتوكل على الله ان شاء الله خير يا سيدي الاخت ام خالد من وادي السير سلام عليك يا اخوي الله يوفقك الحمد لله بسلامتك ابو رشي الله يسلمك والله ما بدري سلامك الحمد لله بالسلامه ان شاء الله يعطيك العافيه الله يسلمك لا هذا بقوله لاني كنت مسافر يا ربي الله يحفظك يبارك بعمرك بدي اشوف اللي قلت لك عنها الشجرات اللي قطعون هن حلال ولا حرام بس يعني لا ما انا كتبتها وراح اجاوبك ان شاء الله طيب الله يا رب يعطيك الصحه يبارك بعمرك يا ام خالد هلا الله يحييك يا مرحبا احنا نبدأ بالإجابات طالما في متسع من الوقت انه ما في ضغط اتصال قبل ما يبلشوا ام خالد يعني كان لها سؤال انه الارض احيانا لما بيطلع مساح بكونوا فارزين الناس او حاطين حدودهم بيناتهم لما بيجي مساح وبيحط الارقام والاحداثيات فبتصير هذه بتدخل على هذه ارض على هذه ف تبين يعني إخوة أو أقرباء أو جيران بين بعض إنه إلهم ثمن أمتار عند هالناس فالثمن أمتار هذه فيها شجر فلما عرفوا أنها طالعة للجيران راحوا قطعوا الشجر اللي فيها طبعا هذا إثم وحرام ويعني ما ينبغي وينبغي إنه الإنسان يتقي الله لأنه هذه شجرة بتسبح وخاصة شجرة مثمرة أما إذا احتاجها لعمار أو أراد أن يستصلح الأرض وأراد مثلا يزرع شجر فالشجرة بدالها شجرة إذا كان غير مثمر وبده يحط بداله مثمر بيختلف الموضوع ونسأل الله الشفاء لأم خالد ربنا يشافيها شفاء لا يغادر سقما إن شاء الله وبارك بعمرها طبعا الأخت فاطمة اسمها أم خالد وادعوا لها أنتم كمان الأخ ذياب الخنازر من الكرك السلام عليكم عليكم السلام دكتور يا مرحبا الو يا اخوي محمد استاذ محمد الو دكتور محمد تفضلي السلام عليكم مين معي معك زهر خرازري مين زهر خرازري يا مرحبا اخت شاها والله يا اخوي انا مشهور يا محمد مشهور بس بنا بشهد وين الخير تعجوني مشلوله والله يا اخوي جبتني جلطة وعندي بنت ما بتحكي تعبانة مريضة بدي ناس يعالجني ما عندك اولاد ما عندك مين اللي حكى معنا قبل شوي اخو جوزي جوزك عسكري ولا متقاعد لا والله لا والله من التنمية ناخذ ها من التنمية بتاخذه طيب مش معاك وكرت من التنمية للعلاج بروح على الحكومة بدي دكتور براني يا دكتور شو الفرق بين الدكتور البراني والمستشفيات والمراكز والله يعني جلالة الملك الله يطول في عمره ويعطيه الصحة والعافية أعطى توجيهات إنه كل اللي بيأخذوا من التنمية معهم كروت تأمين صحة الحمد لله وأنا أقول لك الحمد لله أول شيء الحمد لله الحمد لله سمنك وشفاء الحمد لله رب العالمين طيب أنت ما بتستخدمي هذا الكرت بتروحي على المستشفى بتروحي على والله بجيب علاجات بس ممساعدات رب العالمين ومساعدات أنت وين ساكنة في الغور؟ لا والله في الثلاجة بالكرك في الثلاجة طيب عندك مستشفى روح يا دكتور والله روح يا دكتور المستشفى العسكري مستشفى الكرك الحكومي أكثر مستشفى فيه عارف الحكومة بس الحكومة بروح أها شو المطلوب بدي مساعدة دكتور برا شو بفيد يعني الدكتور اللي برا ما دار عادي إلا بقولك دكتور برا بس سهلتي من مرة أنت عارف أخت شاها الدكتور اللي برا مين هو الله الدكتور اللي برا هو نفسه اللي كان بالمستشفى الصحة وتقاعد او كان بمستشفى الجيش وتقاعد تفضل هذا هو نفسه الله يجزيك الخير دكتور وامريني والله وضعي بقول لك عندي بنت عمره 24 سنة بتحكي كمان تعبان يعني تعبان كثير كثير انا بالدار الوضع يعني تعبان كثير احنا 11 نفر بالدار
وما عندكم الا زلمتك متقاعد، ما في حد لا متوظف؟ لا لا والله الترمي بس عندي ولد صار بشركه الولا عمره شيء وسلسه جديد. اها بس بدي مساعده ناس اساعدني هن خير يعني. خلي رقم تليفونك واحنا بنعرضه على المختصين. الله يجزيك خير يا دكتور محمد والله. الله يحفظكم ان شاء الله. الاخ محمد دعجه من جرش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك يا سيدي الشيخ؟ يا هلا بيك يا سيدي. حياك. جوز بنتي. نعم. جوز بنتي مرتي من ام ثانيه طبعا بنتي. مرتي تقعد مع جوز بنتي حلال؟ مرتك اللي هي مش ام البنت. مش ام البنت. لا ما بيصير تقعد معه الا بوجودك وجمعه كبير يعني مثل هالناس، اما ما بشوفها زي ما بشوف امها يعني اللي هي حماته ابدا يعني. لا ما بصير يسلم عليها، ما بيجوز يختلي فيها، ما بيجوز يشوفها مثلا مكشوفه الراس او اي شيء يعني، لانه طيب. هذيك اللي هي حماته حرمه ابديه، تحرم عليه حرمه ابديه زيها زي امه، لكن هاي اجنبيه عنه. طيب ابني من ام ثانيه يقعد مع مرتي؟ عادي عادي يعني. هاي زي امه هاي، لانه تحرم عليه حرمة أبدية. بارك الله فيك، شكرا. حياكم الله يا سيدي. إذا نعود للأسئلة اللي معنا. الأخ عبد الرحمن محمد سعد من جرش بالأول، السلام عليكم. الله وبركاته شيخ. حياك الله. التحية والدوم يا سيدي. يلا حياك. والله يا شيخ أنا عامل عملية بعيني. ألف لا بأس عليك بالشفاء إن شاء الله. الله يشفيك. ومرتي أم خالد برضو عملت عملية كلى وحجارة طب يغض بسرطانية. نعم. وشالت 8 مرة. وإحنا نعم. الدار عندنا عدم مخري يا شيخ بتدلف علينا الشتاء هذا اللي فات، معينا كل المي وما قدرنا نسوي أي شغلة. بأي بلد أنتو؟ إحنا برما. برما. وين أهل الخير ما هبوا معك أهل برما؟ يا شيخ. أهل فزعة. احنا بنطلب من سعاده فضيله الشيخ انه يساعدنا ومن جلاله الملك عبد الله. يعني قرايبك وحواليك وكذا يعني ما حدا؟ والله يا شيخ على الله كله. من طالب ما فيش ولادك بجيش ولادي ما حدا معطيني ولا شيء. كم ولد عندك؟ عندي 3 والله. انت متجوز عمهم؟ لا والله انا ما لا متجوز عمهم ولا شيء، بس اتجوز الاولاد. وكل واحد عليه قرض مش عارف قديش ماخذين. يعني هلا انت وامهم قاعدين بدار؟ انا وامهم لحالهم. والدار بتدلف عليك؟ والله يا شيخ. وصار الطون الاسمنت قبل فتره ب30 و40 ليره وما صبيته؟ والله صحيح، بس ما في قدره والله يا شيخ. ما في قدره؟ والله ما في. كم ولد هم؟ هم 3 يا شيخ. 3 يعني بيطلع كل واحد 20 ليره. صحيح. بصبوها وبميلان. احنا بنشكرك يا شيخ كل الشكر والله يا شيخ. على الله كله. لا حول ولا قوة الا بالله. كله على الله. هاي اللي بسمعوك اهل الخير وان شاء الله يكون في خير لك. ام محمد من عمان، السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. حياكم الله. هو هذا البرنامج. الو اخ محمد، سكر التليفون من عندك لو سمحت. كيفك شيخ؟ حياكم الله. السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أم محمد. بدي أسألك سؤال ممكن؟ تفضلي. أنا أولادي أيتام وطلع لي تعويض من جوزي مبلغ يعني، وحطيت من نص المبلغ لأولادي، وأنا كنت أصرف من مصاري أولادي اللي تجيني من مراكز وشغلات مثل هيك، وحطيت مبلغ من مصاري لأولادي، بطوني حرام مثل هيك لأني أنا كنت أصرف من. يعني أنت موظفة ولا مش موظفة؟ لا لا مش موظفة. طيب اللي بيعطوك إياه المراكز أو الناس اللي بيساعدوكوا، القصد يساعدوكي أنت والأيتام صح؟ مظبوط. طيب تاكلوا مع بعض أنت وأطفالك. ما فيها مشكلة. يعني أنت تأخذي من هذا المال ما يكفيكي بالمعروف. يعني مثلا مش يجي على بالك تروحي مثلا شمت هواء على حسابهم، لا، لكن اكل شرب علاج. طب أنا لبس. انه يا شيخ طلع لي تعويض من جوزي وحطيت من مصاري لاولادي. هذا لك اجر وثواب فيه. بس انه معقول انه طولني حرام يعني انه انا اخذت من مصاري اولادي؟ انت ما اخذتي منهم، انت التعويض هذا اللي طلع لك اخذتي الثمن صح ولا لا؟
مضبوط. الثمن هذا حقك الشرعي. كونه عندك أولاد أعطوك الثمن. هلا هذا حقك الشرعي أنت، إذا بدك تعطيه لأولادك تخليه إليك هذا حقك، ما حدا ببلش فيه. يعني إنك أخذت الثمن هذا مش من الأطفال هذول أخذتيه، أخذت حقك الشرعي. أما موضوع إنك بتصرفي من الأشياء اللي بتيجيهم مثلا معونات إلهم أو مساعدات، هذا إليك يعني تأكلي بالمعروف، لأنك أنت متفرغة في حياتك إلهم ولخدمتهم وبتربي فيهم مهتمة فيهم، لأنك منقطع عن العمل وعن أي شيء في حياتك، فأي شيء بيجيهم أنت بتأكلي وتشربي معهم من هذا المال. شكرا. حياكم الله، ربنا يعطيك الصحة والعافية يا رب. الأخت بثينة عبيدات، السلام عليكم. عليكم السلام. حياكم الله، يعطيك العافية. الله يعافيك ربي. ما نستفسر هالآيات؟ تفضلي. فضلك ربي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، وإن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، ولا تطع المكذبين، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. عتل 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 بالضمة التاء. أيوة. بعد ذلك زنيم إذا إن كان إذا تتلى عليه آياتنا، إن كان ذا مال وبنين، أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، سنسمه على الخرطوم. سنسمه على الخرطوم. نعم. أنا بقرأ عن غيب يا دكتور. ها؟ عن غيب بقرأ. إليك الأجر والثواب، بس ارجع عليها اليوم عن حاضر. نعم. نجيبك إن شاء الله يا أخت بثينة. أم وسام من عمان، السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته يا دكتور محمد. حياكم الله. هلا. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يبارك بعمرك. الله يجزاك خير، تجاوبنا على هالأسئلة لو سمحت، الله ينفعنا بعلمك. حاضرين. يحسن عملك ويطيل عمرك يا رب. حاضرين يا ستي. أول شيء يا أستاذ محمد، السؤال الأول، أنا عندي كنتي أمها ميتة، واليوم بتسألني هل يجوز إنها تصلي عن أمها كل يوم ركعتين؟ يعني الكنة، ما عرفت أجاوبها. الكنة أمها توفت، بدها تصلي كل يوم صلاة وتوهبها لأمها، هل يجوز؟ هذا واحد. والسؤال الثاني، نعم، أختي توفت من كم من يوم الله يرحمها، ولما غسلناها ويتغمد روح الجنة على الله أجركم، ما رضيت إنها تغطي جسمها كله، قالت العورة بس من السرة للركبة. هذا بإيش؟ أنا هذا للرجل مش للمرأة. هذا وين؟ في مركز تغسيل الدفن إسلامي. نحكي لها لا، عورة المرأة لما بدك تغسلي ميتة بدك تغطيها من رقبتها لرجليها، فهي رفضت، ويعني انه بس من سرتها لركبتها، فبدي انا افهم هالشغلة عشان حتى اللي بيسمعوك يستفيدوا. الموجودات كلهن بنات طبعا، نساء. بنات، خواتها وبناتها. نعم. والسؤال الثالث، هل انه لازم فرض غير انه الميت يغسل بماء بارد؟ مش الرسول عليه الصلاة والسلام حكى انه غسل الميت كما يغسل على الدنيا، بتغسلوه عند الموت؟ غسل المي اللي بيقدر يطيقها وهو حي. هي بتقولنا لا، هذا مو حديث للرسول، لازم يتغسل بمي شديدة البرودة، مي باردة شديدة حتى لو البرودة بالشتاء. قال عشان ما ينتفخ الميت بسرعة، وما ما بعرف، يعني انا بعرف انه لازم كما يغسل بالدنيا يغسل عند الموت. نعم. فرجاء منك توضح لنا هالشيء. هاي موظفة مستشفى ولا وين؟ لا والله مركز دفن اسلامي يا دكتور محمد. يلا خير، الله يهديها ان شاء الله. وبالنسبة لما تتغسل المرأة لازم جسمها كله يكون مستور
حتى لو كان يعني نساء اللي حواليها. احنا نعرف انه عورة الرجل هو اللي من السرة للركبة، بينما المرأة كل جسمها عورة حتى لو ميتة. فأرجو انك توضح لنا هالاشياء عشان نستفيد منك، والله يجزاك كل خير ان شاء الله واياكم ان شاء الله. شكرا لك. الاخ محمد سويلم من معان، السلام عليكم. الو، انقطع. الاخ عبد الرحمن السوالقه من الطفيله يعني يقول هو رجل مقعد بسبب حادث أثناء العمل في القوات المسلحة، ندعو الله أن يكون لك أجر وثواب حسب النية. ويقول يعني منفصل عن زوجته، ويقول يعني بده طلب مساعدة من عطوفة رئيس هيئة الأركان ومن عطوفة قائد سلاح الجو، إذا بينقلوا له ابنه يكون في مكان عمل للقوات المسلحة قريب من بلده، وإن شاء الله احنا نقدر نساعد في هذا. الأخت أم محمد من الطفيلة، الورع وترك الشبهات. طبعا الورع هذا أعلى يعني شيء من مراتب الإيمان، يعني يكون الإنسان عنده ورع بحيث أنه يتجنب بعض المباحات خشية الوقوع في المحرمات. يعني مش الأمر أنه يخاف من المحرم، هو يجتنب بعض المباحات خشية الوقوع في الحرام، لما بشك أنه هذا الشيء ممكن يكون في حرام بيبتعد عنه. فهذا من باب الورع. الأخ محمد، الأخ أم سالم، الأخت أم سالم من إربد، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. سلام ورحمة الله. يا سيد الشيخ تفضلي. أنا بالموت تلقط معي الخط عشان يعني أني أحكي مع فضيلتك. تفضلي. الله يزيد فضلك يا رب ويعطيك طولة العمر وإياكم إن شاء الله. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ماما وطي، انا جوزي مريض. نعم. وباخذ راتب من التنمية الاجتماعية. نعم. وعندي اللهم صل على سيدنا محمد 3 أولاد وبنات 2. نعم. وعندي اكبر ولد اللي هو عمره 19 سنة. نعم. انا يعني قلت هالولد بنشن من نحلة في بيت بالايجار، الله يعلم قسما بالله العظيم 5 أشهر مكسور علي بيت إيجار دار كهرباء، ما يعلم الله بوضعي، ما يعلم بي إلا رب العباد. هاي أول شغلة. سجلت ابني بالجيش. نعم. صليت على النبي، فحص طبي أموره تمام. كل أموره تمام، بس في مشكلة على عمه. طب أنا شو ذنبي؟ بيت كامل، أنا يعني أقول لك هالولد لو فات بنشلني. صليت على النبي، شو ذنبي أنا ابني؟ أقول لي 2 هيني بركض حالتي حالي داخل على الله وعليك على جلالة الملك، داخل على الله وعليك تساعدني بهالموضوع. هذا أقل ما فيها، أنا حياتي ملطمة يعني 7 أنفار ودار بالإيجار، ويعلم الله بحالي، وكل يوم تهديد وكل يوم إخلاء، يعلم الله بحالي، يعلم الله بس بظرفي. وهالولد يعني اقول لك شغلة مش عارف، طب انا شو ذنبي او ذنبه اني يتعاقب على عم له، عمل جريمة قتل وانعدم، عمه مات مو انعدم، راح، شو ذنب انا ابني؟ عندي اطفال صغار، حياتي حياة، احنا شو ذنبنا؟ طيب كتبتوا يعني استرحام لهاي الجهة؟ راجعتوهم؟ والله انا ما بعرف، يعلم الله ما معي لو اجر الطريق اطلع فيها على عمان، رحت انا على هاي شو اسمها اللهم صل على سيدنا محمد السنة اللي فاتت، رحت على هاي قيادة مش عارف شي هاي اللي بعمان. وقلت لهم أنا هيك ابني سجل وفحص طبي وأموره تمام، وقلت له يلا على الموافقة الأمنية، ولا بين له أثر نهائيا، وليا ربي وابني لا سمح الله عامل إشي سياسي، ابني الحمد لله فضل من الله ما عليه أي غبار، الحمد لله فضل من الله. طيب راجعتوا داخل على الله، داخل عليك، داخل راجعتوا على مدير شؤون الأفراد؟ راجعتوا مدير شؤون الأفراد؟ راجعنا، ما بيستقبل ولا إشي. واحد استقبلني سكرتير من برا وقال لي يا أختي أكتب استدعى هون عشان أفوت لك إياه على الباشا هذا السنة اللي فاتت.
هاي السنة اللي فاتت، وأنا يعلم الله أن أنا بدي أروح أجيبه، أنت بنت محروقة يعلم الله هيني بعالج فيها، يعلم الله بوضعي، ما بالك سبع انفار، شو راتب تنمية لمين ولمين؟ هو إيجار دار، هو كهرباء، هو مي، وأنا مريضة يعلم الله بحالي. جهد عليك الله محمد رسول الله تساعدني، داخل على الله وعليك، أنا مش عارف أقدر أصل لأي بني آدم يساعدني بالموضوع هذا. خلي رقم تليفونك عند الزملاء وإن شاء الله خير يا أم سالم. الأخ محمد العتوم من جرش، السلام عليكم. السلام ورحمة الله سيدي الشيخ، حياك الله يا مرحبا. يا سيدي أنا في عندي مبلغ من المال جاني جديد بدال درهم أرض بعته، بصير أزكيه ولا تمضي عليه سنة؟ يعني المال قديم ومال لا جديد؟ لا لا، ما لهوش أسبوعين ثلاث جاني. يعني المال من أصل، يعني في عندك شيء مضى عليه حول؟ لا ما فيش، عندي لهم أرض ما لهوش زمان وجاني مبلغ أقل من 10، وصير زكين الساعة ولا تمضى علينا الحول؟ لازم يمضي عليهن حول. أيوة. يعني السؤال الثاني إذا الحول مضى عليهن وبلغن النصاب بتزكيهن. السؤال الثاني سيدي الشيخ. نعم شيخ محمد، بدي السؤال الثاني معك أنا. بدي تلفونك على أساس في عندي مشاكل متوعرة غير أسولف عليك سري وشخصي. خلي رقم تليفونك وان شاء الله نتواصل. تليفوني عندهم بالحقيقه وعارفين ان محمد العتوم. لا اعطيهم رقمك هسه. هسه يلا هسه بعطيهم ان شاء الله. الاخت ام وسام فصل خطها وما احناش عارفين كيف بدنا نتواصل معها. الاخ عماد سالم من الكرك، السلام عليكم اخ عماد. السلام عليكم يا شيخ، حياك الله. كيف الحال يا اخوي؟ يا هلا بيك يا هلا. كيف صحتك؟ تمام الحمد لله. والله يا شيخ أنا في عندي ثلاث ملاحظات وأرجو منك إنك تسمعني للأخير، الله يوفقك. تفضل. يا سيدي أنا زلمي صار لي مقعد ثلاث سنوات ما بشتغل. نعم. حلو. فالآن أنا زلمي علي قيود أمنية، والقيود الأمنية اللي علي مشاجرات يا سيدي، شايف يا شيخنا. فأنا زلمي ودي أشطبهن يعني يا سيدي، حاب أتجند من رجال أبو حسين. أنا زلمي معي شهادة غوص ملكي. أي العفو العام بشيلهن. أنا معي شهادة غوص ملكي منقذ يا سيدي. هاي العفو العام كنت أداوم عليها في العفو العام اليوم بطلع وبشيلهن. صحيح يا سيدي. فأنا المشاجرات اللي علي قيود عادية يا سيدي بدي أشطبهن عشان أعرف أشتغل. ما أنا بقول لك العفو العام بشيلوهن اليوم. أقسم بالله العظيم يا سيدي صار لي ثلاث سنوات وشوية إني قاعد عن العمل يا سيدي. أنا زلمة أمي مريضة يا سيدي، أبوي متوفي، طب أنا زلمة ودي أعيش عند إخوان صغار بناخذ من الشؤون، يعني ظل أتحاسب عليهن يا سيدي طول عمري، صار لهن علي زمان. يعني لما أنت يا أخ عماد. أخوي. لما كنت تتشاجر مع الناس يعني ما كنت عارف السوالف هاي إنها ما. نعم يا سيدي كل إنسان أخطاء يا سيدي، الصلاة والسلام الرسول. أنت بتقول عدة مشاجرات، يعني كمان الواحد بده يدير باله ويهدي يتحمل، صح ولا لا؟ يا سيدي يا سيدي أنا بطلب منك يا فضولة الشيخ ومن جلالة سيدنا بنشطب القيود عني، لأني والله العظيم بنشطبن اليوم بنشطبن، ما هو اليوم العفو العفو العام اليوم. بطلب منك ومن جلالة سيدنا. عماد. ألو يا عماد. نعم. اليوم في عفو عام ان شاء الله، سيدنا طلع عفو عام بشملك ان شاء الله. اي بجوز كمان في مشاجرة قائمة جديدة، احنا ما نشيل القديمات. طبعا الاخت ام محمد سألت عن استحباب لباس الثوب الابيض. الرسول صلى الله عليه وسلم قال حبب يعني افضل ثيابكم الابيض، يعني حث النبي صلى الله عليه وسلم على لباس اللون الأبيض. وطبعا اللباس الأبيض غالبا بيكون في البلاد الدافية أو اللي فيها الجو حار، أو أما الأيام هاي يعني معذورة الناس في هاللبس اللي هم بيتكمكروا فيه، كل واحد بحط، المرة بتحط حالها دامر والزلم بحط عليه فروة، الرجل فروة وكذا، ويلا وكل واحد حاط حاله تبر، فبدهم يدفوا الناس. لكن الأفضل الثياب هو الأبيض كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأخت عائشة من الصلت، السلام عليكم. ألو الأخت عائشة من الصلت. ألو
الو. يسعد مساك يا شيخ، كيفك؟ مساء النور والسرور. شيخ انا عيلي اخت ارمله عايشه بعمان. نعم. ومات زوجها تقريبا، لسه عدتها ما انتهت، يعني مات زوجها من 3 أشهر. من 3 شهور. توقل. ايوه، ومضطره توقل لبيتنا لهون للصل. شو سبب الاضطرار؟ هناك عند اولادها موجودين؟ اولادها موجودين كبار، بس مدارسهم بدنا نقولهم لعنا عشان خلص بدها تيجي تكون عنا. الاولاد صغار ولا كبار؟ لا صغار، اطفال يعني. آه. ما في هناك لها لا اخو ولا حدا من محارمها قريب منها؟ لا. كل يعني كنا العيله ساكنين هون، وفي صعوبه انهم يضلهم يعني دائما يروحوا عليها، فجهزنا لها شقه عنا وبدها تنقل عليها. انقليهم خلاص. حكولها انه ما بيصير انها تترك العد بيت زوجها. لا لا لا، هي تعتد في المكان اللي تأمن فيه على نفسها وعلى عرضها وعلى حياتها. كل الشكر لك. حياكم الله. يا مرحبا. إذن احنا يعني بنعتذر من الإخوة والأخوات عن قبول أسئلة أخرى، ونجيب على الأسئلة التي بحوزتنا. ذكرنا أن الثوب الأبيض من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مستحب، يعني يستحب أن يلبس الثياب الأبيض وخاصة للرجال. الأخ حسين النمرات بيقول دخلت متأخر على المسجد، لحقت الركعة الأولى من صلاة العشاء بعد ما كانوا جامعين المغرب مع العشاء، هل يسلم معهم ولا ينتظر؟ أنت بالخيار، إما أن تسلم تنوي المفارقة بالركعة الثالثة إذا اقتديت فيهم على أنك تصلي مغرب وهم وجدتهم يصلون العشاء، تنوي المفارقة بالركعة الثالثة وتسلم، أو تجلس حتى يعودوا من الركعة الرابعة وتسلم، والأفضل أن تنوي المفارقة. قبل 30 سنة حسين نمرات بيقول جمع الإمام، طبعا بدون 30 سنة، يعني لو كان السؤال يعني حديثا بجوز، فيقول لما بيجمع الناس المغرب والعشاء قال لهم الإمام يعني خلوا صلاة الوتر لبعد العشاء، هذا يجوز وهذا يجوز، يعني ما دام جازت صلاة العشاء يجوز أن يصلي ولو ركعة وتر بعد صلاة العشاء. كنا في صلاة الفجر، سهى الإمام، ما سهى، هو سلم ولكن لم يلتفت إلى اليمين. طبعا السلام في عندك ركن من أركان الصلاة، التسليمة الأولى، وفي قبلها ركن اللي هو نية الخروج من الصلاة. يرى بعض العلماء أن نية الخروج من الصلاة ركن من أركانها، فهو ينوي الخروج من الصلاة ثم يسلم على اليمين، هذه ركن. هل توجه وجهه إلى اليمين أم لم يتوجه؟ قال ثم سلم مرة ثانية وجه لليمين، صلاته صحيحة إن شاء الله، صلاته صحيحة. الأخروبين يعني أحب الأسماء إلى الله، هذه أحاديث يعني في فضائل الأعمال، أحب الأسماء إلى الله ما حمد وعبد، وأفضلها الحارث والهمام. أحب البلاد إلى الله عز وجل، طبعا البلاد الحرمين اللي هو المدينة ومكة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لأحب أرض الله إلى الله حينما هاجر من مكة المكرمة، وأحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت، فدل ذلك على أنها الكعبة. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، ببركة البلدان، فقال بارك الله لنا بشامنا وبيمننا. أكره البلاد إلى الله يعني المناطق اللي صار فيها عذاب، مناطق اللي بيكون فيها عذاب. أبو محمد اشترى بطاقات خلوية بالأقساط، بده بيعها بأقل من ثمنها نقدا، هذا يسمى التورق. التورق الشخصي إذا كان في حاجة ماسة ضرورية بيسوي هاي العملية، على أن لا تكون مهنة له أو يعتاد أنه يتعود عليها. أما التورق المنظم، تورق البنوك حرام، أما بمثل هذه الحالة فهو جائز، شرط أن لا يبيعها لنفس التاجر اللي اشتراها منه، يعني مش نفس التاجر، لأنه صار نقد بنقد، وبالتالي يعني صار فيه حرمة، فهو يبيعها لشخص آخر لا يبيعها لنفس التاجر. الأخ أبو عماد الصرائر، ما حكم الشرع في خدمة الحماة؟ الحماة أم،
وخدمة الإنسان اللي بحاجة للخدمة جائزة وأحيانا تكون واجبة. فمن بالك يعني إذا كان يقصد زوجته تخدم والدتها فله الأجر والثواب، وهو له الأجر والثواب في إعانة هذه الزوجة على طاعة والديها، لأنها إذا ما بدها تطيع والديها وتحترمهم وربوها وكبرت عندهم بدها تيجي تحترمك أنت. فأنت ما دام المرأة تحب والديها وتحترمهم قطعا ستحترم زوجها وأهل زوجها. فيعني ما شاء الله عنك أبو عماد، الله يبارك لك بزوجتك وبارك الله لكم وعليكم إن شاء الله. الأخ ذياب، الأخت شاها يعني، تقول تريد مساعدة بعلاج معها شلل، علاج يعني عند طبيب خاص. طبيب الخاص هو قبل ذلك كان طبيبا في مستشفى، ولكن بعد التقاعد أو ترك العمل في المستشفى صار عنده عيادة. فهذا مثل هذا، أخواننا يعني الأطباء في الأردن الله يجزاهم الخير كلهم على درجة من العلم والمعرفة، وربنا إن شاء الله يشافيك وعافيك. طبعا قد يكون هناك رسالة خفية من الأخت شاها إنها بتسأل إنه بدها طبيب خاص، لأنه الطبيب الخاص بيهتم فيها بيسألها بيسوي لها فحوصات. الطبيب العام بعض منهم يعني، أنا أقصد الطبيب اللي في المستشفيات أو في المراكز، بعض من الإخوة يقصر في هذا، آشو فيكي مع السلامة، بيكتب وبدون ما يشوفها حتى، بس بيسألها من إيش بتشتكي، لا فحص ولا سؤال ولا بحطها السماعة ولا بيكتب فحوصات وكذا. فبالتالي يفقد بعض إخواننا في المراكز الصحية أو المستشفيات الثقة من قبل المريض، لأنه لا يجد المريض بعض الاهتمام الذي يجده عند الطبيب الخاص. أنا صارت معي بس قبل سنوات يعني، دخلت على طبيب وكان يعني ما زلت أذكر اسمه بس طبعا إحنا على الهواء، قال لي شو عندك؟ فحكيت له والله عندي مشكلة معينة، وقال بدك إجازة؟ قلت له ما بدي إجازة، أنا بعطي الناس إجازات، الله يعطيك العافية، وتركته وغادرت. يعني أنا ما عجبني لا الأسلوب ولا الطريقة ولا هي أخلاق طبيب. فقد تكون الأخت يعني شاها واجهت مثل هالأشكال، لكن في هناك أطباء حتى في المراكز الصحية على قمة من الخلق والفضل والعلم، وبيهتموا في المريض كأنه جاي على عيادته الخاصة أبدا، وهو في مركز صحي حكومي أو في مركز صحي عسكري أو أي جهة هو يهتم حقيقة. فلهم منا كل الاحترام والتحية للذين يخلصون في أعمالهم وين ما كانوا وأينما وجدوا. الأخ محمد يعني دعجة يقول، أو الأخ محمد يقول زوج ابنته هل يجوز أن يعني يسلم على زوجته اللي هي مش أم البنت؟ لا لا يجوز، هي أجنبية عنه. ابنه هل يجوز أن ينظر إلى زوجته أو يجلس معها وكذا؟ نعم، لأنها مقام والدته الآن وتحرم عليه حرمة أبدية. الأخ محمد سعد من جرش عامل عملية والدار بتدلف عليهم وزوجته عاملة عملية يعني، والأولاد شوي مقصرين. يا أخوان بدي أذكركم في الحديث النبوي الشريف، لا يؤمن أهل عرصة باتوا وفيهم جار جائع. يعني لما يكون واحد عنده غرفتين ولا غرفة وساكن في حارة كبيرة عدد سكانها بجوز 500 إلى 1000 بني آدم أو أكثر، وعنده هالغرفة بتدلف عليه بالشتاء وكذا، يعني لو كل واحد تبرع بدينار بصبوا له إياها، بصبوا لها ميلان وبتبطل تدلف عليه، ولهم أجر وثواب عند الله عز وجل، وقد يبني الله عز وجل لهم بيت في الجنة. فالإخوة يعني اللي في المناطق اللي مثل هذه يكون في حدا، يعني بدل ما يقعدوا الناس في هالجلسات تبعهم للقال والقيل، فلان راح وفلان أجو وفلان حرامي وفلان مش حرامي وفلان كويس وفلان مو كويس، خلي عندكم جلسة لله. والله شو رأيكم في هالشتاء انه في بيت مثلا في هالحي اللي احنا فيه ومشكلته انه بتدلف عليه المي وبدنا نصب له يا صبت مي الان بتكلف 100 دينار، كل واحد نص دينار بجوز يطلع عليه، تنصب وتنحل المشكلة وهكذا. يعني لابد يعني أن نحقق أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. أيضا كان في عندنا الأخ الأخت أم محمد من عمان، أولادها أيتام الله يجزاها الخير، وبذكرها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم
أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، يعني هذا بعد الدخول في الجنة ترافق النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان ابنها، حتى لو كان الذي يرعى الأيتام قريب لهم، لكن له أجر وثواب بكفالة اليتيم. أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يفتح باب الجنة فتبادرني امرأة سعفاء الخدين فأسأل من هذه، يعني امرأة بتسابق النبي صلى الله عليه وسلم على فتح باب الجنة، فيقال هذه امرأة قعدت على أيتام لها ورب العالمين أكرمها بالجنة. تقول يعني هل يجوز أن أصرف من مال الأولاد اللي بيجيهم من الناس، يعني بيجي لها اليتامى؟ هو الذي يعطي اليتامى دائما، يعطي الأرملة وأعطي إيش الأيتام، خلي أجر الأرملة واليتام معهم، طالما ليس لك عمل فتستطيع أن تأكلي وتشربي معهم بالمعروف. الأخت بثينة عبيدات: فستبصر ويبصرون. هذه طبعا الآية وردت يعني في الوليد بن مغيرة ابن شعبة، وأعتقد هو أبوه لخالد بن الوليد رضي الله عنه، ونزلت فيه، ويقال نزلت أيضا بالأخطل اللي هو سنسمه على الخرطوم، ووسم بسيف على أنفه بقي إلى أن مات، ظل معلم في وجهه. يعني الآية تحققت في غزوة بدر ووسم على وجهه. الأخت أم وسام من عمان: الكنة بدها، يعني توفت أمها الله يرحمها، بدها تصلي عن أمها كل يوم صلاة وكذا، تصلي عن والدتها في حال أن الوالدة تركت بعض الفروض وهي تصلي عنها، لكن إذا كانت الوالدة تصلي فهي تستطيع أن تصلي وتدعو لوالدتها، يعني تدعو لها بالرحمة، تدعو لها بالمغفرة، تقرأ القرآن، تدعو بعد قراءة القرآن، تهبها القراءة، تستطيع مثلا أن تتصدق عنها، كل شيء تفعله عنها، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. طبعا في الشرع الولد يشمل الابن والابنة. تقول أن أختها توفيت وغطوا يعني من جسدها أثناء الغسيل، غطوا ما بين السرة والركبة، هذه طبعا عورة المرأة للمرأة، عورة المرأة للمرأة ما بين السرة والركبة كعورة الرجل للرجل، عورة المرأة كعورة الرجل، فعورة الرجل من السرة إلى الركبة، وعورة المرأة على المرأة من السرة إلى الركبة، لكن كان الأفضل التغطية. موضوع غسيل الميت بماء بارد يعني بماء عادي، لأنه حرمة الميت كحرمة الحي، يعني يوضع عليه ماء يطيقه فاترا، على الأقل فاتر، أما بارد يجيبه مسقع وكذا يعني في إيذاء حتى للحاضرات من أخواتها، ولم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أم سالم من إربد: إن شاء الله تكون، ما قدرنا نتواصل معها، طلعت عن الخط وما أخذنا الرقم ولا عارفين كيف بدنا نتواصل مع أم سالم. الأخ محمد العتوم يقول: يعني باع أرضا والآن معه مال أكثر من يعني نصاب المال 3000 4000 دينار اللي هو، هل لازم يزكيها الآن؟ بتزكيها الآن في حالة إذا كانت هذه الأرض قد أعدت للتجارة، يعني أنت بتتاجر في الأرض هذه وصار معك سيول الآن تزكيها، لكن إذا أرض ورثي يعني وانت احتجت هذا المال وبعت هذه الأرض فيبقى هذا المال معك حتى يمضي عليه حول، فإذا مضى عليه حول فتخرج منه الزكاة. الأخ عماد سالم: يعني نرجو إن شاء الله أن ربنا ييسر أمرك، وهذه العفو العام طلع وجميع قيودك بتروح، افتح صفحة جديدة مع ربنا عز وجل، افتح صفحة جديدة في حياتك، افتح صفحة جديدة مع الآخرين، وإن شاء الله ربنا يفتح عليك ورزقك ويهديك. الأخت عائشة من السلط يعني تقول: إذا كان هناك امرأة أرملة وأنهت 3 شهور، حتى لو ما أنهت ولا شيء من العدة واحتاجت يعني أن تسكن عند أهلها وقريب من أهلها، مثلا في هناك شابات أو صبايا وتسكن عند بيت الحمى مثلا، مش معقول
بحجة والله أنها عند بيت الزوج وكذا. بيت الزوج إذا عندها أولاد شباب أو جنب بيت أهلها أو حدا من محارمها عندها. أما إذا كان يعني زوجها توفي وعندها أطفال وكذا خلاص هي تروح عند بيت أهلها أو عند أي بيت من محارمها تأمن فيه على حياتها وعرضها ونفسها. ونقول للأخت يعني تستطيع أن ترحل عند بيت أهلها بأطفالها وتكمل العدة هناك. مشاهدي الأفاضل، على أمل اللقاء بكم بمشيئة الله في الحلقة القادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من الآيات والسور وسنة سيد البشر، من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبر.